أين هادي وحكومته مما تفعله الإمارات بعدن؟ هل كانت الشرعية تعلم أن الإمارات استأجرت أمريكي لتنفيذ اغتيالات باليمن؟ لماذا لم يصدر أي موقف أو بيان تنديد تجاه فرق الموت الإماراتية حتى اللحظة؟ أهلا بكم. رغم المطالبات الدولية بمحاكمة الإمارات وفرقة المرتزقة التي استخدمتها في الاغتيالات باليمن، لم يبدر أي موقف سواء من الحكومة أو من الأحزاب وتحديدا حزب الإصلاح. ورغم ردود الفعل المتصاعدة تجاه تورط أبو ظبي بالتعاقد مع مرتزقة أمريكيين استخدمتهم لاغتيال سياسيين ونشطاء وأئمة مساجد في عدن جنوبي البلاد، أيضا لم تبدي الحكومة أي ردة فعل، وكأن ما يحدث لم يحدث على أرضها أو لأحد من مواطنيها. هذه القضية لا تكشف القتلة ومن يقف خلفهم فحسب، بل وتكشف زيف وخذلان الشرعية لليمنيين. هذه الجرائم ارتكبتها الإمارات وقد ترقى لجرائم حرب بحسب قانونيين. فلماذا تخفت أصوات الشرعية في هذه المواقف؟ وكيف يمكن التعامل مع دولة الإمارات عقب هذا الانكشاف القاتل؟ أكثر من 90 قتيلا ضحايا اغتيالات مرتزقة الإمارات في اليمن، منهم 30 قتيلا أئمة ونشطاء وسياسيون تم تصفيتهم عبر قتلة مستأجرين من قبل أبو ظبي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، دخلوا اليمن خصيصا لهذه المهمة. حدث لم يعد خافيا، والعدو لم يعد مجهولا، ولا يحتاج لأدلة أو بيانات فيما ورد من اعترافات للقتلة وما صاحب اعترافاتهم من أدلة ووثائق تؤكد تورط الإمارات في دماء اليمنيين وتذهب بها بعيدا عن أهداف التحالف وطبيعة تدخله. لكن الشرعية اليمنية ومنذ صدور التحقيقات لا زالت تتجاهل الحدث، كما تتجاهل الحديث عن القاتل. ظهر الشبح القاتل، وكشف التحقيق الأمريكي عن كل الأسئلة والغموض الذي لف عمليات الاغتيالات. تحدث التقرير عن قيام الإمارات بفتح الباب أمام المرتزقة الذين تعاقدت معهم لتصفية من لا يروقون لها، ومع ذلك لم يحرك الرئيس هادي وحكومته ساكنا. فالحكومة تعيش أكثر حالات المهانة والإذلال، كونها لم تستطع الدفاع عن أهم أولوياتها وهي سيادتها ومواطنها، حزب الإصلاح الذي ينتمي له الكثير من الضحايا، وبقية الأحزاب السياسية، جميعهم ابتلعوا ألسنتهم عن جريمة كان بوسعها أن تهز الضمير العالمي لو أن هناك من رفع صوته وطالب بمحاكمة الإمارات وإيقافها عن حدها. منظمات وشخصيات عدة أصدرت بيانات ومواقف تندد بجرائم الإماراتيين وعملياتهم خارج إطار التحالف التي مثلت بحسب قانونيين أعلى إشكال الانتهاكات. الأورو متوسطي ومنظمة سام في بيان مشترك لهما أكد أن تجنيد الإمارات لمرتزقة من أجل قتل مدين في اليمن جريمة مشينة تستدعي المساءلة. وأكد التقرير أن تعاقد دولة الإمارات مع مرتزقة أمريكيين وفرنسيين للقيام باغتيالات مستهدفة لسياسيين ورجال دين في اليمن هو عمل مشين وتسييس معيب للنزاع يستدعي المساءلة. يغيب اليمنيون بجراحهم دون نصير حتى من شرعيتهم التي أكل التحالف لسانها، وتركتهم يواجهون قاتليهم ومصائرهم دون سند، بدءا من ميليشيا الحوثي وانتهاءا بمرتزقة الإمارات. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نستضيف هنا في الاستوديو نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر الأستاذ علي الفقيه، وسينضم معه آخرون خلال الحلقة عبر الهاتف. إذا أستاذ علي، مساء الخير بداية. مساء النور، أهلا وسهلا. أستاذ علي، 5 أيام تقريبا منذ صدور تقرير بازفيد الأمريكي الذي وثق تورط الإمارات في عملية الاغتيالات التي طالت نشطاء وسياسيين وأيضا أئمة مساجد، ولكن حتى الآن لم يصدر أي موقف رسمي أو أي تصريح تجاه ما حدث، ما رأيك؟ للأسف الشديد بالفعل يبدو الداخل في حالة موات، لا موقف رسمي ولا موقف من التكتلات والأحزاب السياسية ولا حتى النخب مهتمة بالموضوع، وكأنه يتحدث عن بلد آخر. ربما هذا الأمر يفزع بنفس القدر الذي تفزع فيه ما كشفت عنه الصحيفة الأمريكية من تعاقد دولة الإمارات مع شركة مختصة في إرسال مرتزقة لتنفيذ جرائم في بلد آخر، وبالرغم أنه كانت من السابق القراءات تشير إلى
تورط الإمارات في الأمر، لكن كانت كل التحليلات تذهب إلى استئجار مرتزقة محليين لتنفيذ هذه المهام القذرة. ما كشف عنه التقرير يذهب إلى مدى أبعد أن هناك يعني جهود وأن هناك تعمد لاستيراد قتلة محترفين على مستوى دولي. يفترض أن يكون هذا الحادث هو محط حديث الجميع، وأن يكون هو القضية الأولى على 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 قائمة اهتمامات الحكومة خلال هذا الأسبوع، لكن للأسف الشديد تبدو الحكومة في وادي آخر. الأحزاب لا ندري ما وراء هذا الصمت الذي يجعلهم في موقف حرج بالفعل، لأنه هذه الجرائم تستهدف مواطنين يمنيين من قبل دولة شقيقة يفترض أنها جاءت لمساعدة اليمنيين على استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، لكنها يعني ذهبت إلى عكس هذا الاتجاه وبدأت بالإيغال في تمزيق المجتمع من الداخل من خلال اغتيال العقول والشخصيات الموجهة والمؤثرة داخل المجتمع، ومحاولة إشعال اقتتال أهلي، لأنه الاغتيالات في الغالب تتبعها ثارات وانتقامات واصطفافات تنشأ على هذا الأساس. وبالتالي أعتقد أنه لا نزال بانتظار أن تفيق الحكومة وأن تفيق النخب وأن تلتفت الأحزاب إلى هذا الأمر الجلل، وإن كان البعض يقول بأنه لا يزال تحقيق نشر في صحيفة، إلا أنه هذا التحقيق الذي نشر في الصحيفة على الأقل فيه اعترافات يعني من فيه اعترافات من الأطراف المنفذين، وكما يقول القانونيون الاعتراف سيد الأدلة. نعم. إلا أنه على الأقل أن يكون الموقف الرسمي والموقف الحزبي والموقف الشعبي مطالبات ضاغطة باتجاه فتح تحقيق في هذا الملف الخطير لمعرفة خبايا هذا الملف الذي يقود إلى تفاصيل قد تبدو صادمة للجميع. التحقيق في الأساس هو ركز على حالة واحدة، وهي ربما من أولى الحالات التي نفذتها هذه العصابة التي تعاقدت، وربما لأنه نجا لأنهم لم يعني يصرحوا بأسماء من تم قتلهم فعليا. يعني وبالفعل النجاة هي في الأساس ربما يعني تأتي على خلفية أنه الأقدار تتدخل في لحظة معينة، أنه شخص أجله لم يحن بعد، أو أنه هناك خلل في التنفيذ، لكنها في النهاية هو شروع في القتل، هي عملية على مستوى عالي من التخطيط والتنفيذ والدعم والتمويل، بالتالي هي تقود إلى ما بعدها من سلسلة الاغتيالات التي شهدتها مدينة عدن خلال الأعوام الماضية منذ أواخر عام 2015، وكانت فاتحة هذه الاغتيالات اغتيال اللواء جعفر محمد سعد، أول محافظ تم تعيينه في عدن بعد تحرير المدينة من ميليشيات الحوثيين. مرت هذه الاغتيالات بعدها بصمت، لا الأجهزة الأمنية فتحت تحقيق في الأمر، ولا الحكومة اتخذت إجراءات ضد هذه الأجهزة الأمنية التي يفترض أنها على الأقل أخفقت في مهمتها وعجزت عن تأمين مواطنين يمنيين إن لم تكن مشاركة في هذه العمليات، ولا ارتفع صوت المجتمع ليضغط على هذه الجهات لعمل شيء ما. نعم يعني وما يحدث ليس بحالة واحدة أو اثنتين حتى نقول تم تناسي، الحالات مستمرة حتى يعني الأيام القريبة، يعني لم تكف، وكل فترة وفترة تأتي حادثة أبشع من ذي قبله، ومع ذلك فعلا لا نجد من يتخذ أي موقف. هو كما قلتي وكما ما تحدث عنه التقرير هو فاتحة للمسلسل الشرير الذي بدأ في اغتيال روح المدينة وتحويلها إلى مدينة أشباح، عجزت بعدها أن تكون عاصمة، أسميت العاصمة المؤقتة لكنها عجزت أن تكون عاصمة لأنها ظلت بيد هذه العصابات تتحكم وتنفذ الاغتيالات، ويعني أصبحت غير قابلة لأن يتحرك فيها سواء مسؤولون حكوميون أو حتى يتمكن اليمنيون الذين شردوا بفعل الحرب من العودة إليها. كيف يمكن لمواطن أو مثقف أو سياسي أو مسؤول في الدولة أن يجرؤ على العودة إلى مدينة تشهد اغتيالات بشكل أسبوعي، واغتيالات لا يتبعها تحقيق ولا يتبعها كشف عن فاعلين ولا يتبعها قبض على مجرمين، وإن قبض على مجرمين في بعض الحوادث تم يعني تضييعهم بعد ذلك، إخفاء المتهمين ويعني وضع إدراج القضية في ملف وتقييدها ضد مجهول، وبالتالي سمحت لهذا المسلسل الكبير أن يستمر والذي لا يزال مستمرا حتى اليوم. يعني ربما هو الأسبوع الأخير فقط الذي نشير فيها التحقيق، لم تشهد فيه مدينة عدن عمليات اغتيال، لكنها خلال الأشهر والأعوام الماضية
كانت يعني متخمة، يعني وكل لتحرك العصابات والاصطياد الشخصيات الفاعله والمؤثره، والتي كان اخرها اغتيال الصحفي زكي الصقلدي في محافظه الضالع. وكل هذا يعود الى عدم اكتراث الحكومه والى عدم يعني اصلاح الخلل في الاجهزه الامنيه التي تعمل في عدن من وتدار من عده جهات، لا تديرها غرفه عمليات واحده، ولا احد يدري من ينفذ ومن يوجه ومن يحاسب. نعم، يعني سأسألك أيضا عن موقف الأحزاب وخاصة حزب الإصلاح الذي يعني هو المعني الأول عما يحدث، ولكن اسمح لنا قبل ذلك أن ينضم معنا محمد مقبل المحامي والناشط الحقوقي. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم. ينضم معنا تنضم معنا يعني عبر الهاتف من مدينة صنعاء. أستاذ محمد، كيف تفسر مرور التقرير الأمريكي الذي كشف تورط الإمارات بجرائم تعد جرائم حرب وهي جرائم اغتيالات في عدن، ومرت مرور الكرام، يعني لا بيان حكومي، لا تنديد، لا توضيح، لا تساؤل حتى، لا من الحكومة ولا من الأحزاب، ويعني حتى حزب الإصلاح الذي ينتمي إليه معظم من ذهبوا ضحية هذه الاغتيالات، ما هو تفسيرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الحديث عن تعليقنا في البداية، لابد أن نحدد ما هو الموقف القانوني مما يحدث أو لوجود قوات أجنبية على الأراضي اليمنية. أولا، المعلوم أنه وفقا لائحة لاهاي 1907 أن الأراضي اليمنية وفقا للنص القانوني تعتبر أراضي الدولة محتلة حين تكون السلطة الفعلية لجيش العدو. وهناك أيضا نص المادة الثانية المشتركة من اتفاقية جنيف الرابعة 1949، والتي تنص على أنه تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عملية عدائية دولية، كما تسري أيضا في حالات التي لا يواجه فيها الاحتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة. وبغض النظر عن سبب تواجد هذه القوات، فإنها في الأول والأخير هي قوات احتلال وفقا للتعريفين السابقين. وهنا نشير إلى أنه من الواجب على الدولة التي تحتل أراضي دولة أخرى أن تتقيد بأحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية بما فيها أحكام اتفاقية لاهاي 1907، المواد من 42 وحتى 56، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27 إلى 34، والمواد من 47 إلى 78. وفي مقدمة هذه الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها دولة الاحتلال هو أن تحترم القانون النافذ في البلد، وكذلك احترام قواعد حقوق الإنسان. وفي مقدمة هذه القواعد فيجب على سلطة الاحتلال الحماية للمدنيين واحترام حقوق الإنسان. والتقرير الذي ذكرته أستاذتي الكريمة أشار إلى أن هناك أو وجه أصابع الاتهام إلى أحدى دول الاحتلال وهي الإمارات العربية، وهذا يجعلنا هنا مسؤولية تاريخية، وهي أنه يجب أن تقوم الدولة اليمنية أو سلطات من في المنفى باتخاذ إجراءات وواجباتها الأخلاقية والقانونية، لأنها ستكون مسؤولة عن ما يرتكب من جرائم. وهذه الجرائم لابد أن نشير أنه وفقا للقوانين القانون اليمني والقوانين الدولية لا تسقط مثل هذه الجرائم بالتقادم. نعم، إذا ما الذي بمقدور أولياء الدم في مثل هذه الحالات من إجراءات قانونية ضد الإمارات، خاصة يعني في ظل صمت الحكومة وعدم اتخاذ أي موقف حقيقي؟ بعيدا عن التفاؤل المفرط، لابد أن نشير أننا في حالة استثنائية، أي حالة حرب. وفي هذه الحالة فإن محاسبة ومعاقبة المرتكبين لهذه الجرائم لن يتم إلا تضع الحرب أوزارها، ولكن نحن نقول لذوي الضحايا أن عليهم التقدم بالشكاوى القانونية أمام إن وجدت في المناطق التي وقعت هذه الجرائم، ومن ثم توثيق هذه الجرائم وبما يسمح فيما بعد بملاحقة مرتكبيها وفقا للاتفاقيات في حالة الحرب. نعم، إذا برأيك لما لا يقود مجموعة من النشطاء والحقوقيين والمنظمات المحلية أيضا حملة دولية للمطالبة بمحاكمة الإمارات بما يحدث؟ هل تجد أن ذلك قد يعني يجدي؟
سيدتي الكريمة، لا نريد أن نهاجم أحد، ولكن أنا أقول أن من هم موجودون في المناطق المحتلة أو سميها المحررة، ولكن أنا أريد أن أتحدث بشكل واضح وشفاف، أن المنظمات الحقوقية العاملة في الأراضي اليمنية التي تقع تحت سلطة قوات التحالف، سواء التحالف السعودي أو الإماراتي، سوف يقومون بأي إجراء من هذا القبيل، خاصة وأن كثير من المنظمات تتلقى دعما من جهات أجنبية إقليمية ومحلية، ولكن نحن نعول على أنه بعد انتهاء الحرب يمكن أن يتم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، أو أن تصدى لهذه المهمة بعض المنظمات الدولية المحايدة بعيدا عن الاستثمار السياسي. ونحن لا نتهم أحد في هذه النقطة، ولكن نقول أن من يتلقى تمويلا من أي دولة أجنبية أيا كانت هو أسير لإملاء الدولة. نعم، لكن هناك منظمات يعني تصدر العديد من التقارير في كثير من المواقف، مثلا منظمة هيومن رايتس التي تواصل بها البرنامج اليوم، وتفاجأنا بأنها تقول لا يوجد لديها أي معلومات حول هذا الموضوع. يعني هل يعقل أن يخفى أمر حقوقي كبير مثل هذا الأمر على منظمة أيضا كبيرة؟ عفوا سيدتي الكريمة، أود أن أشير إلى أن المنظمات تقوم بتلقي البلاغات، وهنا يجب على ذوي الضحايا وكذلك المتطوعين من الناشطين الحقوقيين ورجال القانون والمحامون وغيرهم وبالشكاوى إلى هذه المنظمات، وأن يتم توثيق مثل هذه. لكن البيانات التي تصدر في كثير من المواقف، اسمح لي أستاذ محمد، نعم، في كثير من المواقف، كثير من قصف طيران التحالف، كثير من الأحداث التي تحدث في اليمن لا ينتظر فيها البلاغ، ونجد بيانات واضحة تصدرها هذه المنظمات. لما عند هذه النقطة وهي مجلة أمريكية يعني وموقع يعني يشار له بالمصداقية وتحقيق واضح، لم نجد أي أحد يتحدث؟ بالرد على هذه الجزئية، لابد من أن نشير إلى أنه من أجل أن يتم توثيق أي عملية يقوم الناشط، من المفترض أن يتم التواصل بالإبلاغ عن مثل هذه الحالات. عندما نقارن هذه الحالات، حالات قصف الطيران هي حالات عامة مشهودة يعرفها المجتمع بشكل عام، الجرائم التي تحدثون عنها وهي جرائم الاغتيال هي جرائم وأصابع الاتهام غير محددة، يجب أن يقوم أسر الضحايا وذويهم وكذلك النشطاء بتقديم الشكاوى إلى المنظمات وإثارة مثل هذا في المحافل الدولية. هذا من جانب. من جانب آخر، لابد أن نكون أيضا واضحين وصادقين مع أنفسنا ومع جماهير الشعب. الجهات التي يعول عليها بما فيها وزارة حقوق الإنسان وغيرها وكذلك الحكومة اليمنية في حكومة المنفى إنجاز التعبير، الجميع هم لديهم وتربطهم مصالح معينة بقوات التحالف أو بقوات دول الاحتلال، فلا نتوقع من هؤلاء أن يقوموا بدورهم، إذن الدور يقع على ذوي الضحايا وكذلك النشطاء. نعم، إذن شكرا جزيلا لك المحامي والناشط الحقوقي محمد مقبل، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ علي، وقبل أن نتحدث عن المنظمات، كنت سألتك عن حزب الإصلاح الذي تنتمي إليه معظم الضحايا، لم يصدر بيان حتى الآن، وحاول المعد والبرنامج التواصل مع كثير من المتحدثين أو القيادين في الحزب، وللأسف امتنعوا عن الظهور، فما هو تفسيرك برأيك؟ هو في الأساس الموقف يفترض أن تتصدى للحكومة، على اعتبار أنه من سقطوا ضحايا لهذه العمليات القذرة هم مواطنون يمنيون في الأساس، قبل أن يعني يكون لهم انتماءات سياسية، هم مواطنون يمنيون، الحكومة اليمنية معنية بالدفاع عنهم وهي تستمد شرعيتها من القيام بواجبها. النقطة الثانية أو الجهة الثانية التي يفترض أن تتحرك المنظومة السياسية بشكل عام حتى لا تتحول المعركة وكأنها بين طرف سياسي وبين دولة أجنبية، لأنها تصبح معركة مختلة، لأنه الحزب السياسي هو يعمل وفق قانون البلد ومسجل يعني في السجلات الحكومية وفق ترخيص قوانين الأحزاب السياسية،
والاغتيالات إلى جانب أنها استهدفت إصلاحيين، هي استهدفت أيضا شخصيات في المقاومة ليس لهم انتماءات سياسية، وآخرين محسوبين على التيار السلفي، وآخرين نشطاء اجتماعيين وحقوقيين ممن لا يعني يروقون للمتحكمين في مدينة عدن، أو ممن يريدون أن تكون في قبضتهم بشكل عام. بالتالي هذه الكتلة أو النخبة السياسية أو الأحزاب السياسية بشكل عام يفترض أن يكون لها موقف موحد وصوت مسموع تجاه هذه القضية. نعم، ربما في البيانات السابقة أستاذ علي تم ذكر مسألة الاغتيالات وأنها أمر غير منطقي، وتحدثوا عن ذلك، يعني هناك بيانين لمجموعة من الأحزاب ظهر قبل صدور هذا التحقيق، ولكن فيما بعد وبهذا الوضوح أن يتم الحديث عن هذه الاغتيالات، على الأقل يعني لم تتحدث المنظومة السياسية، لم تتحدث الحكومة، لم تتحدث المنظومة السياسية، وأيضا لم يتحدث الحزب الذي سقط كثير من ضحايا يعني في مسلسل الاغتيالات. أتفق معك، وهو يأتي بدرجة ثالثة، أنه يفترض أن يكون للإصلاح موقف تجاه هذه الاغتيالات، على اعتبار أن معظم الاغتيالات في مدينة عدن طالت قيادات وكوادر ونشطاء بما فيهم الرئيس السابق لحزب الإصلاح في عدن سالم حليس. بالتالي نحن لا نزال بانتظار موقف، على الأقل يجب عليهم المطالبة بالتحقيق في المعلومات التي نشرت، وهذا هو يعني أدنى موقف يفترض أن يتخذه الحزب، وهو حق أيضا واجب عليه تجاه أعضائه الذين تعرضوا للاستهداف ولا يزالون يتعرضون للاستهداف، وكان آخرهم رئيس جمعية الإصلاح في عدن، وأيضا التربوي الذي يشغل مدير إحدى المدارس الأهلية وكان من قيادة المقاومة وينتمي لحزب الإصلاح. يعني يجب عليه أن يكون له موقف وأن يطالب بالتحقيق، وأعتقد أنه حق مشروع، وليس بالضرورة أن يعني يتهم الطرف الذي ذهبت إليه الصحيفة، وإنما يعتبرها فرضية مطروحة، ويجب على الحكومة اليمنية وعلى الأطراف الدولية أن تحقق في هذا الأمر، لأنه أمر خطير يغتال مدينة عدن ويغتال النسيج الاجتماعي في اليمن ويغتال الدولة اليمنية ويغتال السلم والاستقرار في اليمن قبل أي شيء آخر. لا يزال الجميع بانتظار موقف، وربما أن الصدمة التي كشف عنها التقرير جعلت الجميع غير قادر على يعني إبداء موقف سريع والتحرك تجاه هذا الأمر، إنما الأيام أمامهم ولن يكون لهم عذر في التطويل بالصمت تجاه قضية خطيرة تمس في صميم السلم الأهلي المجتمعي، وأيضا أن تأتي دولة شقيقة جاءت وفق هدف معلن ومحدد وحصلت على شرعيتها من استدعاء الحكومة والرئيس الشرعي لها لهذا العمل، وإذا بها تحول إلى يعني مصدر للفزع واللا استقرار داخل اليمن، حتى أنه اتخاذ موقف والضغط باتجاه تحقيق يكشف عن ما حصل هو على الأقل يعمل على إيقاف هذا المسلسل ويجنب اليمن كوارث قادمة إذا ما توسعت دائرة الاغتيالات التي نشطت في الأيام الأخيرة، لأنه ليس من حق دولة أجنبية أن تأتي لتعبث على هذا النحو، لأنه للأسف الشديد يمكننا القول أن هذا عمل عصابات وليس عمل دول، هو أمر مفزع، وأي دولة يعني لديها أدنى احترام لحقوق الإنسان للقوانين والمواثيق الدولية لا يمكن أن تقوم بهذا العمل وهي تفكر بأسلوب دولة. هذا هو يعني أسلوب عصابة ويبعث على الفزع ويكشف عن سر أو عن سبب عدم تمكين الدولة من السيطرة على الملف الأمني في عدن. نحن دائما نتحدث أنه يفترض أن يكون الملف الأمني في عدن هو من اختصاص الحكومة اليمنية وتسيطر عليه بشكل كامل، أن لا تنشأ ميليشيات وتشكيلات مسلحة خارج نطاق السلطة الشرعية، وإنما ربما الإبقاء على الوضع المشوه في عدن والإبقاء على الوضع الأمني بيد فصائل وتشكيلات مسلحة لا تخضع للسلطة الشرعية ربما هو يعني واحدة من الظروف المهيئة لاستمرار عمليات الاغتيال التي حرصت عليها الأطراف الإقليمية للإبقاء على حالة الفوضى في عدن، وأعتقد أن هذا ليس في صالحهم، لأنهم سيصبحون يعني مستقبلا أمام محاكم دولية، لأنه إذا صمتوا الناس الآن تحت ضغط الحرب وتحت ضغط الأمر الواقع فلن يصمتوا مستقبلا، وإذا صمتت الحكومة وصمتت الأحزاب السياسية فلن يصمت ذوي الضحايا، لأنهم يعني ذهب ضحية هذه العملية بشر والدم لا ينام. من وصايا صلاح الدين لابنه عندما أرسله إلى حلب قال له: يا بني إياك والدم فإن الدم لا ينام، الدم يسقط دول، وهذه الاغتيالات الوحشية الممنهجة لن يعني تؤثر فقط على اليمن، وإنما سترتد على مرتكبيها، ويعني ما نشاهد اليوم من اهتزازات في المنطقة هو بسبب هذه الجرائم التي يستقوي فيها
ذوي النفوذ بالمال والقوة فيعبثون ببلدان فقيرة، بلدان تعرضت لحروب واستنجدت بالأشقاء ليساعدوها، فإذا بها تجد نفسها أمام يعني موجة من العبث الممنهج بأرواح ودماء الناس وباستقرار بلد مستقبل أجيال يعني مهدد بسبب هذه التصرفات الرعناء. إذن قبل أن نتحدث أيضا عن مواقف المنظمات الحقوقية، ستنضم معنا السيدة إيناس زايد المستشارة القانونية للمركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان عبر الهاتف من عمان. مساء الخير سيدة إيناس. مساء الخير لك وجميع المشاهدين. أهلا بك أستاذة. أنتم كمنظمة دولية بالشراكة مع منظمة سام أيضا أصدرتم بيان بخصوص تورط فرقة من المرتزقة ويعني عبر الإمارات بجرائم اغتيالات في عدن، ما هو أبرز ما جاء في بيانكم؟ نعم كنا نحن كمركز أورو متوسطي وأيضا لمنظمة سام شركتنا في ما يتعلق في اليمن في التشديد على أن العمل أو قيام الإمارات يعني تعاقد مع مرتزقة أمريكيين وفرنسيين لقيام باغتيالات للسياسيين ورجال الدين هو عمل مشين وهو تسييس للنزاع، وهذا الأمر يستدعي المساءلة قطعا. وقمنا بإدانة هذه الأساليب غير القانونية لتحقيق أهداف تمثل جرائم وفقا للقانون الدولي، لأن يعني القيام باغتيال أشخاص سياسيين وقيادات وتم توثيق 30 عملية منذ يعني من ذلك الحين وحتى 2017 دون أي وجود أي تبرير لهذا الاستهداف، هذا الأمر فعليا يعتبر جريمة وجرمته اتفاقيات جنيف الأربعة واعتبرته جرائم حرب. لذلك في يعني بالنظر إلى المعلومات التي وردت على موقع بوستيد الأمريكي هناك العديد من المعلومات أيضا التي قمنا بمطابقتها ما تم رصده من قبل منظمتنا ومنظمة سام، وهناك العديد من يعني المعلومات التي تطابقت في أكثر من موقع، ويعني هناك شهادات أيضا من قبل مؤسس الشركة على سبيل المثال تعاقدت مع الإمارات وهو أيضا قائد الوحدة التي قامت بتنفيذ الهجوم الذي استهدف يعني الشخص الأساسي الذي يتحمل له التحقيق وهو إنصاف مايو، وهو أيضا قد أقر على لسانه أنه يعمل يعني أو عمل على توظيف أشخاص عسكريين كانوا يعني جنودا أو خدموا في السلك العسكري في أمريكا وأيضا فرنسا، وقام بقبض مبلغ طائل من الإمارات مقابل تصفية بعض الشخصيات التي يعني بين قوسين هي غير مرغوبة للإمارات. هذا الأمر يعد أو ينطبق عليه وقف المرتزقة وفقا للمادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة، والتي وصفت الشخص المرتزق بأنه من يجري تجنيده للقتال في نزاع مسلح ولا يكون بالرعاية أفراد القوات المسلحة لأطراف النزاع، وأيضا يكون دافعه الأساسي للاشتراك في هذه المهمة هو الرغبة بتحقيق مغنم شخصي على الأغلب يكون مكافأة مادية. وهنا أيضا شددنا بأن هذا الانتهاك كون هؤلاء الأشخاص مرتزقة وقاموا بالقتل هذا يعتبر انتهاك مركب، لأن أيضا استهداف المدنيين في هذه الظروف هو يعتبر جريمة حرب، وهو يعني وفقا لنظام روما الأساسي يدخل من ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظام. أستاذة إيناس، يعني بحسب متابعتنا لم تصدر أي منظمة حقوقية غيركما يعني أنتم ومنظمة سام أي بيان حول ما حدث، ما هو تفسيرك لذلك؟ يعني إن كان هناك أي مواقف ستتخذها المنظمات، يعني لا يوجد ما يجبر هذه المنظمات لأن تتطرق لهذه المسألة، ولكن هذه التقارير وهذه المعلومات هي معلومات مهمة ويجدر يعني الاطلاع عليها وأيضا نشرها من باب التحقق وأيضا محاسبة الأشخاص. ولكن إن كان هناك أي موقف يجب أن يتم اتخاذه من قبل أي منظمة حقوقية أو دولية فيجب أن يكون موقف الإدانة لهذه الأفعال، لأنه فعليا يعني قيام دولة باستئجار أشخاص
القيام بهذه الاغتيالات بهذه يعني يعني بهذه الطريقة المخزية، هذا الأمر لا يجدر السكوت عنه، وخاصة من قبل المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حقوق الإنسان. هناك أشخاص يعني قتلوا بسبب هذه العقود التجارية التي أبرمت والأموال الطائلة التي دفعت. لا يجب السكوت أبدا عن هذه الجرائم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذة إيناس زايد المستشارة القانونية للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. إذن برأيك أستاذ علي، يعني ماذا عن عدم صدور أي مواقف من قبل منظمات المجتمع الدولي سوى المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان وأيضا منظمة سام كمنظمة محلية؟ يعني نحن كما تحدثت مع سيد محمد مقبل تواصلنا مع هيومن رايتس وتفاجأنا بأنها لا معلومات لديها حول الموضوع. هناك من الواضح أن هناك انتقائية في التعاطي مع هذه المواضيع بالرغم أنها قضايا خطيرة، لكن دعينا نقول بأن المنظمات ربما تنتظر توثيق هذه الحالات، وقد نسمع مواقف في وقت لاحق، لأنه كما ذكر المحامي الذي تحدث معك عبر الهاتف أن المنظمات تنتظر توثيق أو على الأقل الحصول على بلاغات من ذوي الضحايا، ولكن بعض البيانات كانت تصدر دون بلاغ. وهذا ما تحدثت عنه في جزئية الانتقائية التي تتعامل بها بعض المنظمات الدولية، خاصة أنها تعتمد في كثير من دعمها وبرامجها التي تعمل في اليمن على تمويل أطراف إقليمية ودولية نافذة، وبالتالي قد يكون هذا جزء من تفسير الموقف المتراخي أو المتأخر للمنظمات الدولية التي تضج في بعض الأحيان وتستند في مواقفها إلى ما نشر في وسائل الإعلام أقل مصداقية وأهمية من الصحيفة الأمريكية التي نشرت هذا التحقيق. الملاحظ أن الصحافة الأمريكية والنخب بدأت تتحدث عن هذا الموضوع ويتصاعد الحديث عن هذا الموضوع بشكل يومي، ولو تابعتي اليوم نشرت صحيفة الواشنطن بوست مقالا تتساءل فيه عن مدى تورط حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العمليات أو على الأقل علمها بما حدث، ورجحت أن تكون المخابرات على علم بهذه العملية، ذاهبة إلى أن علمها بهذا الأمر وتواطؤها سيعرضها للمساءلة القانونية، لأنها في هذه الحالة تتناقض أو تخالف القانون الأمريكي الذي يحرم إرسال قوات أمريكية إلى خارج البلد لتنفيذ أعمال قتل بحق مواطنين خارج القانون. بالتالي أعتقد أن الإبقاء على هذا الموضوع حيا في الصحافة الأمريكية والصحافة الغربية بشكل عام سيفعل الموضوع ويجعله محل التناول لاحقا، وإن كان من سوء الحظ هذه القضية أو هذا التقرير أنه نشر في الوقت الذي العالم مشغول بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكن هي قضية كبيرة، وإذا كانت على الأقل لا تهم النخب اليمنية والنخب العربية على اعتبار أننا بلد الهامش، فإنها تهم النخب الغربية لأنها تعطي إشارات مفزعة إلى انهيار القيم الإنسانية التي قامت عليها هذه الدول وأنها تخالف القوانين الغربية التي تحرم. نعم، يعني لو تحدثنا عن بلدان الهامش أستاذ علي، يعني وأنت فتحت موضوع خاشقجي رحمه الله، يعني ما يجعلنا نتساءل، يعني العالم ضج لقضية مقتل صحفي ولا أقلل من هذه القضية أبدا، ولكن أيضا عملية الاغتيالات المنهجة التي تمت لا نجد يعني ربع يعني ما حدث في الإعلام لا المحلي ولا العربي ولا حتى العالمي. هل يعني أيضا سياسة الدول تلعب دور في هذا المجال؟ حقوق الإنسان الانتقائي اليمني لا يعني بواكي له كما يقال، على افتراض يعني هناك من يتحدث أن هذه أعمال ميليشاوية بعكس ما حدث لخاشقجي من دولة منظمة، أيضا هذه الدولة يعني الإمارات وعلى العكس هي دخلت كشريك لإعادة الشرعية لا لافتعال كل هذه الفوضى وسفك الدم. للأسف الشديد هذا هو يعطي مؤشر أن العالم لا يتعامل بمبدئية مع هذه القضايا، لأنه يفترض أن حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا يتم التمييز بين قضية وقضية وفقا لأهمية هذا البلد أو ذاك، لكن يدخل فيها جانب التوظيف السياسي لقضايا حقوق الإنسان والجرائم التي تحدث، مواضيع الابتزاز والتوظيف المالي لهذه القضايا ومحاولة الضغط للحصول على مكاسب من قبل الدول الكبرى، بالإضافة إلى أنه أيضا اليمن منذ 4 سنوات والحرب تدور فيه، ربما كانت اليمن في الأيام الأولى للحرب هي تحتل صدارة نشرات الأخبار وعناوين الصحف العالمية،
بعد أن طالت الحرب وتكررت أعمال القتل وأصبح القتل بشكل يومي، تراجعت أهمية ما يدور في اليمن إلى الهامش، وتحضر قضايا أخرى على حساب هذه القضية. بالإضافة إلى أنه إذا لم يهتم أبناء البلد بأنفسهم بهذه القضايا ويصعدون قضاياهم، فبالأخير الآخرين ليسوا أحرص منا على أنفسنا، هم يفترض أن يكونوا انعكاس أو رجع صدى للضغط الذي نقوم به نحن من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال الصحافة المحلية، من خلال حضور النشطاء والصحفيين اليمنيين الموجودين أنحاء العالم أن يتحضر قضاياهم في الصحافة العربية والأجنبية من خلال كتاباتهم، من خلال تواصلهم مع الصحفيين. وهذا للأسف الشديد لا يحدث، وأنا أعتبرها فرصة أنه ندعو النشطاء اليمنيين حول العالم إلى تفعيل هذه القضية وغيرها من القضايا التي يعاني منها المجتمع اليمني ولا يسمع صوته، لأنهم يفترض أن يكونوا هم صوت اليمن في الخارج، وبإمكانهم التحرك في خصوصا في هذه القضية، قضية استئجار مرتزقة لتنفيذ عمليات اغتيالات في اليمن، أن يتحركوا لتوثيق هذه العمليات وإيصال الشكاوى والبلاغات للمنظمات الدولية وللصحافة العالمية حتى يضغطوا عليها أن تتحرك، لأنه أحيانا حتى إذا لم يهتم بك الآخر يفترض أن تتحرك، أن تلفت انتباهه يعني. تحرجه وتفرض عليه أن يهتم بهذه القضية، لأنه في النهاية هناك بشر يموتون في زاوية من العالم. هل تتوقع سيكون لها دور إيجابي مثلا وجود تكتل حقوقي محلي ونسق مع منهم في الخارج مع منظمات دولية لإبراز ما يحدث في اليمن؟ يعني هل تتوقع أن يكون له صدى؟ بالتأكيد سيكون له صدى كبير إذا ما تبلورت نخب وتكتلات ومجاميع تشكل روابط وتشكل لجان حول العالم لتبني هذه القضية والعمل من خلالها، لأنها ليست قضية شخص أو اثنين أو عشرة، إنما قضية سلسلة من الاغتيالات يعني استمرت على مدى 3 سنوات الماضية وأدخلت مدينة عدن في دوامة من العنف وحولتها إلى مدينة أشباح بالفعل، واستغل الفاعلون الحقيقيون أو من يقفون وراء هذه الأعمال ضعف وهشاشة وغياب الحكومة الشرعية التي باتت مهتمة بقضايا غير القضايا اليمنية للأسف الشديد لتتصرف وكأنها هي صاحبة الشأن والملفات كلها في يدها، بينما نحن مغيبون يعني أبعدنا عن قضايانا لدرجة أنه تصبح وكأنك غريب عندما تتحدث عن قضايا اليمن ولا تتفاعل مع الأحداث التي تدور من حولنا، لأنه صار حتى النشطاء اليمنيون للأسف الشديد تحت تأثير الضخ الآتي من الخارج يهتمون بالقضايا التي من خارج اليمن أكثر من اهتمامهم بالقضايا اليمنية. ولو لاحظتي مثلا كان اهتمام النشطاء اليمنيين يعني اهتزاز العملة التركية أكثر من اهتمامهم بانهيار الريال الذي فقد يعني 3 أضعاف قيمته خلال أو منذ بداية هذا العام. للأسف الشديد هذا يعكس حالة الاستلاب التي يعيشها الشارع اليمني والفاعلون والنشطاء الذين أصبحوا يغردون خارج السرب ويعيشون خارج قضاياهم. نعم، إذا ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم القاطبي الناشط السياسي من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا، مساء النور. إذا أستاذ إبراهيم، يعني ما هو تفسيرك للصمت المطبق للحكومة وللأحزاب السياسية كمنظومة ولحزب الإصلاح أيضا كشخص معني من يعني انفضاح تورط الإمارات بعملية الاغتيال التي حدثت عبر تقرير بازفيد؟ أنا في اعتقادي أن الحكومة الشرعية، بالنسبة للحكومة الشرعية على وجه التحديد، قد سلمت كل أوراقها، وأنا في اعتقادي أن هناك صفقة بين الإمارات والحكومة الشرعية بشكل أو بطريقة غير خطاب رئيس الجمهورية في عيد الرابع عشر من أكتوبر الذي هدد فيه أي خروج على الصف، وأنا في اعتقادي وأيضا إنهاء الاحتفالية التي كانت ستقام باسم المجلس الانتقالي أو المجلس الانفصالي الجنوبي كانت واضحة، أي أن الرجل حصل على خط أخضر أو ضوء أخضر مقابل الـ يعني تسوية ما مع الإمارات ومقابل بقائه في السلطة. وأنا في اعتقادي ما حصل من سكوت الحكومة الشرعية بكل تلك الجرائم التي تحصل في عدن هي مقابل صفقة، و هاجد الصفقة أتت يعني بأكلها. هناك يعني مؤشرات كثيرة عن أن الحكومة اليمنية أيضا تقدمت بالتماس قبل أسابيع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تطالب فيه بوقف عمل لجنة الخبراء التي تحقق
بكل الانتهاكات التي تجري في اليمن، وهذه كانت أمور واضحة، لأن من ينتهك اليوم هي ثلاث جهات في اليمن، من ينتهك حقوق الإنسان ومن يرتكب الجرائم في اليمن هي السعودية والإمارات وميليشيات الحوثيين، هؤلاء بصفة بس رئيسية من يرتكب الجرائم في اليمن، حتى الحكومة الشرعية لن يعد لها أي وجود حقيقي على الأرض في وجهة نظري. يعني السكوت الواضح بالجرائم أصبحت موثقة باغتيالات ليس لإرهابيين ولا لميليشيات ولا ل يعني أطراف النزاح، وإنما لشخصيات سياسية ولمقرات أحزاب في عدن، وأصبحت مفضوحة وواضحة بالفيديوهات وبالوثائق. وسكوت المخزي للحكومة الشرعية وأيضا الأحزاب بما فيها الإصلاح أدى واضحا أن القرار السيادي والسياسي وأن الحكومة الشرعية لم يعد لها أي ورقة ضغط في الملف اليمني، وإنما أصبحت أداة خالية عن مفعولها وأداة لا تخدم الشعب اليمني، وإنما لأهداف أصبحت ورقة لدى التحالف لخدمة مصالحهم وأهدافهم في اليمن. وأيضا من في الشرعية اليوم أصبحوا مستفيدين بشكل مباشر مما يجري، يعني أنهم هم وأولادهم وأسرهم أصبحوا محصنين، ولديهم الأموال ولديهم السلطة ولديهم خارج البلاد وليس على أرض الواقع، وأنا أطرح واضحا يعني لا يعقل أن هناك حكومة شرعية تسكت عن جرائم ارتكبت من قبل فرق اغتيالات موضحة ومرتزقة من قبل حكومة ليست لها صلاحية على الأرض. نعم، برأيك أستاذ، نعم أستاذ إبراهيم، يعني إلى أي مدى ترك هذا التقرير من صدى في الولايات المتحدة عبر المنظمات أو حتى الإعلام أو النشطاء السياسيين؟ أنا في اعتقادي أنه الآن هناك ربما ستقام بعض القضايا من قبل الأشخاص الذي تم استهدافهم أو من قبل أسر الأشخاص الذي تم اغتيالهم. هناك قانون في الولايات المتحدة الأمريكية لا يسمح لأي مواطن أن يرتكب جرائم خارج البلاد، سواء كان قتل أو الاختطاف أو أي من تلك الجرائم. مقر هذا الميليشيا المرتزقة هو في الولايات المتحدة الأمريكية. من قاموا بتلك الاغتيالات ورغم أنهم موجهين من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة هم أمريكيين، ف باستطاعة من تضرروا أو من قتلوا في هذه الجرائم ستتقدم أسرهم يعني الالتماس في المحاكم الأمريكية، كون هناك قانون لا يسمح للمواطن الأمريكي بقتل وارتكاب الجرائم أيا كان وفي أي مكان في العالم. أيضا لو لدينا حكومة شرعية، باستطاعة الحكومة الشرعية الطلب من وزارة العدل الأمريكي بفتح تحقيق بما ذكره هؤلاء المرتزق الذين قاموا بالاغتيالات والذين قالوا أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد سلمتهم كروت لمن يستهدفوا. المشكلة الثانية أنه لو كانت هناك حكومة شرعية أول طلب لها ليس فتح تحقيق وإنما إنهاء تواجد دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا للأسف ما كان يفترض يحدث. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم القاطبي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. وسؤال أخير لك أستاذ علي، برأيك يعني ما هو تفسيرك أيضا لصمت دولة الإمارات إزاء هذا التقرير؟ يعني عادة ما تنبري بالتكذيب أو الإنكار، هذه المرة صمت غير عادي. لا تستطيع أن تنكر ما الذي يمكنها أن تقوله أمام اعترافات موثقة للفاعلين الحقيقيين لزعماء هذه المجموعات الذين قدموا ونفذوا هذه العمليات وتحدثوا بكل التفاصيل عن الاتفاقات التي تمت وعن خطة السير وعن يعني تفاصيل التخطيط في مدينة عدن لهذه العمليات. بالتالي ليس بإمكانها أن تنكر. هي الآن يعني ستختبئ خلف صمت الحكومة اليمنية والنخبة اليمنية التي لم تثير الموضوع ولم توجه خطابا رسميا لدولة الإمارات ولم توجه خطابا رسميا لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية تطالبها بالتحقيق مع هؤلاء الجنود، لأنهم هم يعني جزء من القوات الأمريكية، سواء كانوا يعني متقاعدين أو لا يزالون في ضمن قوات الاحتياط الأمريكية. وبالتالي في حال تحركت الجهات اليمنية الجهات الرسمية والشعبية للضغط والمطالبة بالتحقيق في هذا الأمر، حينها سترين أو ستتابعين ردة الفعل من دولة الإمارات لتكذب أو تحاول أن تبرئ نفسها، وسيكون يعني
ستكون محاولات فاشلة أمام حالات موثقة. نحن الآن أمام يعني انتظار موقف من الحكومة، وهذا يجعل رئيس الحكومة الجديد أمام اختبار وتحدي صعب لأول مسؤولية من مسؤولياته، وهي حماية مواطنين يمنيين وحماية السلم الأهلي اليمني. إذا يعني لم يصدر موقف في هذه الحالة، ستصبح الحكومة اليمنية شريك أو متواطئ في هذه العمليات التي نفذت بحق مواطنين يمنيين، وأسهمت في يعني تدمير ما تبقى من ما يمكن من استقرار وأمن في العاصمة المؤقتة للبلاد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك علي الفقيه، نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.